هذا الإفطار الجماعي على شرف طلبة فلسطين في الجزائر وخاصة في قسنطينة، وارتأينا أن نعمل هذه المبادرة على غرار باقي الإفطارات المنظمة هنا وهناك حتى نعرب عن تضامننا مع هذه الفئة من الطلبة اللي هم يعني رجال ونساء المستقبل. يعني نحاول قدر الإمكان الاستمتاع برمضان ونخلق جو بعيدا عن الحالة النفسية الصعبة للطلبة الغزاويين، يعني في ظل هذه الأوضاع القائمة، بعيدا عن الأهل، في ظل حصار الأهل والعدوان الصهيوني عليهم. أشكر جميع من بادر وساهم في هذا الإفطار الجماعي الذي من شأنه أن سبحان الله الجرح على الجرح يبرأ، فجميع الطلبة هنا عانوا وقاسوا وفقدوا بسبب هذه الحرب. أنا مع فلسطين وإن شاء الله ربي ينصرهم، وما كانت حاجة اسمها إسرائيل، نحكي الصح. هذه المأدبة اللي عملوها إلنا إحنا يعني لطلاب فلسطين، يعني حاولوا يخرجونا من يعني من الأوضاع، يعني نطلع من جو الكآبة والحزن يعني على اللي قاعد بيصير في أهلينا في قطاع غزة، فنشكرهم يعني على هذه المبادرة. وطبعا الجزائر يعني طول عمرها معطاءة يعني وبتساندنا.